حذر الاتحاد الروسي لكرة القدم اللاعبين الروس من شرب أنواع الشاي الغربية أو تدخين شيشة في محاولة لتجنب أي حالات منشطات قبيل مونديال 2018. وفي إرشادات لمساعدة اللاعبين على تجنب الإخفاق في اختبارات المنشطات بالمصادفة، قال الاتحاد أن اللاعبين يجب أن يحذروا من استهلاك مواد محظورة بالمصادفة. وأوصى اتحاد الكرة الروسي اللاعبين بقراءة الملصق بشأن المكملات الملحقة بشكل دائم والتحقق على الإنترنت سواء كانت بها منتجات محظورة أم لا.